بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا بحمد الله عز وجل إلى الجزء 15 من سلسلة حلقات اكتشافات واختراعات من القرآن الكريم. وفي هذه السلسلة أبين بهدنة الله عز وجل تفوق علم الله في القرآن الكريم على جميع معارف البشر في هذا الزمان وفي كافة المجالات، وهذه هي معجزة القرآن الكريم في هذا الزمان، وكيف أن الإنسان المؤمن يصبح المعلم للآخرين عن طريق التفكر في آيات القرآن الكريم. فمن مواضيع هذا الجزء موضوع تشاهدونه أمامكم على الشاشة، الجامعة القرآنية الإلكترونية. إخواني إخواتي، أنا يعني بهدى من الله عز وجل أود أن أنشئ جامعة قرآنية إلكترونية، ممكن تبدأ إلكترونية وبعدها ممكن يعني تصبح هناك قاعات ومحاضرات، ولكن الآن هي جامعة قرآنية إلكترونية. وفي هذه الجامعة أبين علم بديل للعلم موجود الآن من القرآن الكريم، يعني علم بديل عن العلم اللي تدرس في الجامعات والمدارس، وهذا علم كله مأخوذ من كتاب الله عز وجل. الآن أود أن أبين أمور أكثر عن هذه الجامعة. طبعا مثل ما على كل جامعة رؤية ومهمة ورسالة وكل هذا الكلام، ما هي الرؤية للجامعة القرآنية؟ الرؤية مأخوذة من كتاب الله عز وجل، من سورة البينة آيات 2 و3. الله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فإذا تفكرنا في هذا الكلام، هذه رؤية الجامعة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. الصحف المطهرة إخواني إخواتي هي القرآن الكريم. القرآن الكريم هي الصحف المطهرة، رسول من الله يعني محمد عليه الصلاة والسلام يتلو صحفا مطهرة. يعني الله عز وجل يقول في وصف القرآن: فيها كتب قيمة، يعني في داخل هذه الصحف هناك كتب قيمة، يعني في داخل هذا الكتاب هناك كتب. كيف نفهم هذا؟ في داخل هذا الكتاب هناك كتب. فهم هذا من آية أخرى في القرآن الكريم، سورة الأنعام آية رقم 38. الله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، في جزء من هذه الآية: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. يعني الله عز وجل لم يترك أي شيء خارج القرآن الكريم، يعني القرآن الكريم يحتوي على علم الخلق بالكامل. معنى ذلك بأنه في القرآن هناك علم كل هذا الكون. فإذا إذا أردت تتعلم الهندسة، ما عليك إلا أن ترى كتاب الهندسة في القرآن. وما هو كتاب الهندسة في القرآن؟ هو الآيات التي تتحدث عن الهندسة. أردت أن تعرف علم الاجتماع، انظر إلى كتاب علم الاجتماع في القرآن الكريم، آيات تتحدث عن علم الاجتماع. أردت أن تعرف علم النفس، انظر إلى كتاب علم النفس في القرآن، آيات تتحدث عن علم النفس في القرآن الكريم. فإن فهمنا إن شاء الله فيها كتب قيمة. فهذه الصورة يعني توضح هذا الأمر، إنه رؤية هذه الجامعة إنه الصحف المطهرة القرآن الكريم، وفي داخلها كتب قيمة: كتاب الخالق، كتاب الخلق، كتاب الإنسان، كتاب أهل الكتاب، كتاب الشيطان. فتريد أن تفهم أي شيء، أدخل إلى هذه الكتب. وملاحظ أنه داخل هذه الكتب، مثلا إذا فتحت كتاب الخلق هنا، تجد داخله كيمياء، علم المادة، علم الطاقة، الفيزياء، الأحياء. مثلا فتحت كتاب يوم القيامة، تجد فيه إحياء الموتى، حال الأرض، حال السماء، الجنة والنار. يعني كل كتاب داخله يعني معارف كثيرة. فهذه رؤية الجامعة. الآن أود أن أبين بشكل سريع بعض الاختلافات بين الجامعة القرآنية والجامعات، جامعاتنا الحالية التي نعرفها. خطوات سريعة: أولا، الجامعات الحالية فيها علم يبلغ عليه كثير من التعقيد، يعني فيه تعقيد في العلم، ويعني صعوبة في الفهم في كثير من الأحيان. لأن الفرق أنه في الجامعة القرآنية علم مباشر من القرآن الكريم وبدون متطلبات سابقة، يعني ليس الإنسان بحاجة يكون متعلم كذا وكذا وكذا ليفهم العلم القرآني. أما في الجامعات الحالية في متطلبات سابقة. دليل القرآني على ذلك هو سورة القمر الآية رقم 17: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بالمناسبة هذه الآية الكريمة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ذكرت 4 مرات، كررها الله عز وجل 4 مرات في سورة القمر، في الآية رقم 17 22 32 40. القرآن سهل للفهم، لا في تعقيد ولا مطالبات سابقة. شيء آخر، في الجامعات الحالية هناك عدد كثير من الكتب، وغالبا في تناقض بينها، رأي كذا العالم كذا ورأي العالم كذا. القرآن الكريم هو كتاب واحد ولا يوجد فيه تناقض، وبالتالي أسهل الفهم. أما يكون فيه تناقضات أنت تتشتت في تفكيرك.
دليل ذلك آية رقم 28 سورة النساء، بسم الله الرحمن الرحيم: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. صلى الله عليه وسلم، إذن لا يوجد أي تناقض أي اختلاف في كتاب الله عز وجل. مقارنة أخرى، جامعات الحالية فيها تكلفة عالية، وبالتالي كثير من الناس يتعلموا بسبب هذه التكلفة. الجامعة القرآنية جامعة مجانية 100%، وبالتالي العلم متاح للجميع. وبالمناسبة في الشريعة الإسلامية احتكار العلم أو حجب العلم عن الناس لأي سبب هذا الشيء خاطئ تماما، وفي وعيد جدا الإنسان يعمل هذا، لك أنت تحتكر العلم لأغراض تجارية، هذا خطأ كبير جدا في الإسلام. وبالتالي الجامعة القرآنية جامعة مجانية، العلم يجب أن يكون متاح للجميع، المعرفة يجب أن تكون متاحة للجميع بدون أي احتكار من أي نوع. يعني مثلا مثال آخر، في الجامعات الحالية أنت تصل إلى جزء من الجواب بحاجة إلى سنوات وأبحاث، في القرآن الكريم تجد إلى لتصل إلى الجواب أنت بحاجة إلى دقائق فقط. مثال، قبل المثال نقول كيف عملية عرض المعلومة، كيف التدريس في الجامعة القرآنية. يعني إحنا اعتدنا في جامعاتنا كيف التدريس، مثلا إنسان يريد أن يدرس علم الاجتماع يكون عندك كتاب اسمه كتاب علم الاجتماع، يبدأ الكتاب تعريف علم الاجتماع ينقسم إلى كذا وكذا وكذا، شرح مطول ومئات الصفحات، ممكن لتصل إلى غايتك تقرأ 200 صفحة تجد الجواب. هذا يؤدي إلى ضجر، يؤدي إلى كره العلم، كثير ناس ينفروا من العلم. الآن هل هذا سيكون الأسلوب المتبع في الجامعة القرآنية؟ الجواب طبعا لا. ما هو الأسلوب المتبع؟ الأسلوب المتبع نتعلم من القرآن الكريم. في سورة الغاشية آية رقم 17 الله عز وجل يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. نلاحظ أنه في القرآن الكريم طريقة تعليم، طريقة التعليم عن طريق التفكر، عن طريق السؤال والجواب، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وليس عن طريق الشرح المطول وسمئات الصفحات وألاف الصفحات. إذن أسلوب التدريس في الجامعة القرآنية عن طريق سؤال وجواب، كل المعرفة ستكون عن طريق سؤال وجواب، تسأل والله يجيبك، تسأل والله يجيبك، هذه هو الطريقة. مثال، إنسان يريد أن يعرف سؤال معين، ما هو أفضل تصميم لمبنى لمنزل؟ إنسان أراد أن يبني منزله يتفكر ما هو أفضل تصميم لهذا المنزل، كيف أبني؟ سؤال. الجواب في أي واحد في كتاب الله عز وجل، هي آية رقم 68 في سورة النحل، الله عز وجل يقول: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من جبال بيوتا ومن شجر ومما يعرشون. فالله عز وجل يلفت نظرك إلى بيوت النحل، إذا تفكرت في بيت النحل تجد البيت في أفضل مواصفات، أفضل قوة، أفضل قساوة، خفة في الوزن، مادة قليلة لبنائه، كل شيء جاهز. فإذا تفكرت في كيف بناء، كيف الله عز وجل علم النحل بناء بيته، تجد الخلايا السداسية الزاوية 120 درجة وليس الزاوية 90 درجة كما نبنيها الآن. هذا هو الجواب، انتهى. دقائق بدل نظرية الهندسة وأقسام الهندسة وكل هذا. وكيف التقديم المعلومة؟ الطريقة المتبعة الرئيسية في الجامعة عن طريق محاضرات الفيديو، عن طريق الفيديو، لأنه بصراحة أكثر طريقة يتفاعل معها الناس في استقبال المعرفة عن طريق الفيديو، أكثر طريقة، ليس عن طريق النص المكتوب أو الصوت لوحده، ولكن موجود، موجود أيضا نص مكتوب في الجامعة، وهناك ملفات صوتية. يعني مثل إنسان يريد أن يضع على الآيبود، الآيبود هناك ملفات صوتية لوضعها على الآيبود، أو وكمان أيضا موجود كل المحاضرات موجودة أيضا في فورمات معينة تستطيعها الموبايل، يعني تحمل محاضرات معك، محاضرات الجامعة القرآنية كلها على الموبايل. و يعني في الموضوع متاح، وإن شاء الله سيكون سهل جدا أن أخذ المعلومة وتعلم المعلومة. والحمد لله الآن يوجد أكثر من 700 محاضرة، أكثر من 700، وموجودة باللغة العربية والإنجليزية في الجامعة القرآنية، موجودة بالعربي وبالإنجليزية، يعني نفس الجزء العربي موجود باللغة الإنجليزية. مثال آخر، إنسان مثلا يريد أن يسأل: لماذا أسمع أفكار في عقلي فيها سوء، أذي نفسي وأذي غيري، فيها فحشاء، فيها إساءة لله عز وجل؟ سؤال. ما هو تشخيص وعلاج الوسواس القهري؟ الله يجيبك في آيتين في كتاب الله عز وجل، آية رقم 4 من سورة الناس: من شر الوسواس الخناس، آية رقم 169 من سورة البقرة: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وجواب ذلك موجود في فيديو، وموجود في نص مكتوب، وموجود في ملفات صوت بكل الوسائل. نلاحظ كيف المعلومة تأخذها في دقائق، هذا لا يجعل هناك ضجر، لا يجعل هناك كره للعلم،
تطبيق عملي مباشر في حياتك، كل الفوائد. فإن شاء الله إخواني إخواتي، يعني مثلا هنا مثال آخر، كتاب الخلق في القرآن، نجد أنه كل الكتاب موجود على شكل محاضرات فيديو. مثلا في هذه الحالة هناك 41 محاضرة باللغة العربية، وهناك أيضا 41 محاضرة باللغة الإنجليزية. فهذا مثلا مثال على كيفية تقديم معلومة في الجامعة. فإن شاء الله ستكون هذه الجامعة طريقة وقدوة لكيفية التعليم، طريقة التعليم الصحيحة، كيفية بيان طريقة التعليم الصحيحة إن شاء الله. وعندما يحدث هناك يعني مسجدات في هذه الجامعة، هي ما زلت أؤسس فيها، وإن شاء الله في المستقبل القريب أبين معلومات إضافية من الذي حدث مع هذه الجامعة. ولمعرفة التفاصيل أكثر هذا الموضوع، وعنوان الجامعة سيكون على الموقع الإلكتروني www.quran-miracle.com، الرابط لها، ويمكن التواصل مع طريق الإلكتروني zquran@gmail.com. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.